الحمد لله. زكاة الفطر والمعركة التي تقوم في كل عام في مثل هذه الأيام. بداية اسمها زكاة الفطر. زكاة الفطر يعني مش زكاة رمضان ولا الكلام ده، إنما اسمها إيه؟ زكاة الفطر. وارتبط اسمها بيوم الفطر أي بعيد الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم في هذا اليوم عن السؤال أو عن الحاجة. اغنوهم في هذا اليوم يعني إيه؟ يعني في يوم العلم. مقدارها قد إيه؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. بالجملة يعني أنها من قوت البلد، القوت اللي ماشي اللي الناس بتاكل منه الرز والشعير والكلام ده، هو من قوت البلد. قد ايه الصاع؟ الصاع قال 4 أمداد من مد الرجل، يعني بالكيلو مثلا تقدر تقول 3 كيلو، 3 كيلو الا ربع، 3 خليك انت في زياده شويه، 3 كيلو 3 كيلو رز مثلا. طيب دائما المعركه التي تقوم في مثل هذه الايام عن هل تجوز اخراج او هل يجوز اخراج الزكاة القيمة، يعني كما قال أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. نقول أن 3 من الأئمة قالوا أنه لا يجوز، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة قال بجواز إخراج القيمة. لكن دعك من هذا وذاك واذهب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم أموال؟ نعم كانت موجودة، كان موجود الذهب والفضة وكان موجود الدرهم والدينار، وهذه موجودة يعني كثيرة حتى ذكرت في القرآن. لكن هل فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هل أخرجها بالقيمة؟ لو كان فيه خير لسبقونا إليه. الأصل فيها وإن جوزها بعض العلماء أنها تخرج من قوت البلد. قوت البلد، شوف القوت السائد أو اللي بيغلب على بلده إيه وأخرجه منه. معناها يا عم الشيخ قال العلماء أن ميعادها يوم عيد الفطر قبل الصلاة، هذا هو الميعاد الحقيقي لها. ومنهم من قال تجوز قبلها بيوم أو بيومين أو ب3 على الأكثر، يعني قبل 3 أيام. قالوا لا، الأصل أنها ليلة العيد بعد انتهاء بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، هنا هو الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا تجوز في نهار يوم العيد حتى بعد صلاة العيد، حتى بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، غروب شمس يوم العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين. يبقى الفائدة منها أنها تطهير للصيام، يعني كلنا يقع إلا من رحم ربي في اللغو وفي الكذب وفي النظرة، يعني اختلاس النظرة وإلى آخره، كلنا أصحاب ذنوب. فهذه تأتي زكاة الفطر في آخر يوم من أيام رمضان تطهر صيامنا من اللغو ومن الرفث. قال أن زكاة الفطر بالنسبة للصيام كسجود السهو بالنسبة للصلاة. سجود السهو لما تخطأ في الصلاة فإن سجود السهو يجبرك. كذلك أنت من الأخطاء اللي نحدثها في الصيام زكاة الفطر تطهر، هذا طهرنا من اللغو والرفث ويعني الكلام الغلط وكل الأمور التي نحدثها. وقال أيضا هي طعمة للصائم، طعمة للمسكين، قال هي طعمة للمسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك وقال اغنوهم في هذا اليوم عن سؤال الناس. اغنوهم أي الفقراء، أي الفقير، لما يكون عندك قوت يومك فأنت في غنى عن سؤال الناس، لأن يوم العيد يوم فرح. أسأل الله تبارك وتعالى يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركة.